هذا وفي اليوم الرابع من الهدنة تسود مخاوف إزاء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وسط تداول أنباء حول خلافات إزاء القوائم. وكانت إسرائيل تلقت قائمة من حماس بشأن الإفراج عن 11 من المحتجزين لديها، لكن مصدرا أفاد لرويترز بأن الوسيط القطري يعمل مع الطرفين على حل خلافات بشأن القائمة الرابعة للمحتجزين الإسرائيليين في غزة. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل وحماس عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم. لا نريد الحرب، هذه أمال ورغبات سكان غزة في اليوم الأخير من الهدنة الإنسانية. وبالرغم من السماح بدخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع المحاصر، إلا أن التوزيع على السكان يبقى عبئا لا يسع 4 أيام فقط. شو التهدعة هذه الأربعة أيام؟ هذا ظلم وحرام اللي بيسووا فينا الشعب. إيش بدنا نسوي الأربعة أيام التهدعة هذه؟ فإيش بدهم يعيشن؟ إحنا عايشين على الشمع. بنبرة غاضبة يملأها اليأس والعجز، 4 أيام لا تكفي، كلمات يرددها هذا الرجل النازح من شمال غزة إلى جنوبها على كرسي متحرك يسير وفي أوضاع مأساوية يعيش. لا يطلب الكثير، فقط تمديد الهدنة لالتقاط الأنفاس. في آخر أيام الهدنة تصطف طوابير النازحين بالساعات في خان يونس جنوبي القطاع للحصول على المؤن والمساعدات الغذائية. فوسط شح المياه والطعام والدواء والوقود، بات كل شيء في غزة شحيحاً، حتى الهدنة قصيرة جداً بوصف أهالي غزة المكلومين. الوضع عندنا في خان يونس كارثي، الناس زي ما انت شايف لها 3 أيام على الدور عشان كيس طحين، وبنخلص دور الطحين بنروح برضه دور على ترمبات الغاز، وهتخلص التهدئة بثلاث أيام 4 أيام مش كفاية، يعني الناس ما لحقتش تأمن احتياجاتها. احنا من اجينا نسلم اللي هي اسمها كابونة الطحين، احنا عن جد في أزمة كتير كتير كتير، وأيام الهدنة ما بكفاية، احنا بدنا هدنة دائمة. النفسية تعبت وكارثة كبيرة كتير كتير عنا الوضع، والوضع الاجتماعي عن جد صعب كتير كتير. يسابق عمال الإغاثة الزمن لتلبية احتياجات هذا الكم الكبير من المواطنين الذين باتوا في حاجة ماسة لتلك المساعدات ليبقوا على قيد الحياة. وتستمر الدعوات والآمال المطالبة بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة استراحة من القصف والحرب ومرار العيش في مخيمات النزوح في أجواء الشتاء الباردة وتحت الأمطار. احنا بنقول بدنا نروح، بدناش حرب بالمرة، زهقنا ملينا، وين نقعد؟ هاي الدنيا شتاء، وين بدنا نروح نقعد؟ بنغرق، كل منخفض صار منخفض اللي فات وغرقنا فيه، وين بدنا نروح نقعد؟ بدنا هدنة على طول، بدناش حرب إن شاء الله طويلة المدى، إن شاء الله بتضلها على طول ماشية. قاعدين في الخيام، قاعدين على التراب، مش لاقيين حد يجيب لنا فراش ولا حرمات. أنا عندي 7 أيتام قاعدة فيهم في الخيمة، لا حرمات ولا غطا، وخايفة عليهم من البرد. كل اللي أجوا من غزة بيعانوا من إنه إحنا قاعدين على التراب. إحنا بنعاني معاناة كبير، مش إحنا بيعطوا طحين وأكل وشرب، إحنا بدنا ندفي الأطفال، بدنا نلاقي مكان نرتاح فيه.